الخير، مساء النور، تحية لكل الناس اللي يتابعوا فينا على ترددات نسمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحية خاصة وكبيرة برشا للتوانسة اللي يعيشوا في المهجر، وطبعا للأشقاء في المغرب العربي الكبير الكل. احنا جينا للافايات في قلب العاصمة، لافايات السوق هذه اللي هي قاعدة تندثر. انا ديما نقول رئيس السوق هذه قاعدة تندثر، وتوا بعض الكاميرات توثق الكلام نتاعي على خاطر باش نشوفوا اللي قاعدة تفرخ معناتها تدريجيا، وهذا راجع الكون الموقع نتاعها بعد ما كانت هي المنارة نتاع لافايات لهنا، الموقع نتاعها هوني ولا موقع تقريبا العباد حتى اللي يتعداو من هنا وما يعرفش لافايات ما يجيش البالو اللي ثم سوق لهنا، اللي ثم مارشي لهنا. دونك اما خلينا كمان نشوفوا احنا احوال السوق، وبنبداو بالاسماك مثال. احنا تويكا مازلنا كي كملنا عيد الكبير، خلينا نشوفوا شنو احوال الاسماك، شنو احوال الحوت تويكا معلم. اهلا، صباح الخير. صباح محمد علي، لاباس؟ لاباس يا عايشك. والله تو خريف عادي توجد الحوت بربي. والله تو خريف. خلينا نتعلموا في الخريف معناها يتوجد الحوت. في الخريف شنو ناكلوا احنا؟ في الخريف ناكلوا لمبوكا، ناكلوا نحبك تغني لي على لمبوكا. اه لمبوكا تشبه للدربوكا يقول لك. لا مش هذه الغنيه. مش فلوس تبلوكا يقول له. مش يقولوا لمبوكا تارو دربوكا؟ اي اي مالا شنو مالك شبيه ما يحبش يغنيها عاد هو. ناخذوا بلاي هاكا سردين، مش سردينه لاتشا، ديما نرجعوا هاكا الخط الاصفر. صحيت برني، صحيت برني. هاي لمبوكا كابا يزي داكور هاياتي. هذيك اللمبوكا تارو دربوكا وطفلة تشتح على الفلوكا. هاي هاكا هاكا تقول هاي هاكا. شنو باش تاخذ انت؟ دورات. هاي بي معقول معقولة باهي الدورات تويكا. اي هاو قال لك وقت لمبوكا هو شي يا حاج. لمبوكا لمبوكا قد اسومها لمبوكا 14/6 من بعد 14/8 بعد 14 من بعد 14. تحب تفهمني هكا أي. وتقول لي اللي هي رخيصه ما تمشي وتطيح تمشي وتطيح. تو نجبرها. ناخذ بانو على الخضره لهنا هكا ديما نشوفوا هو راهو مولا النصب هذايا ديما يهرب، احنا نجيبه وهو يهرب ما يحبش يشوف. مازال في المارشي، مشى يعمل في قهوه، مشى يعمل في قهوه. مدام على السلامه ساعه، خلينا نجيو نحكيو معاك شويه. عاد احنا نوما حد حد ما راه حد، احنا جايين باش تقول لنا شنو هي دبارتك باش كان هكا نجيو بحذاك. دبارتي مرحبا بيك. والله باش نعمل نواصر وباش نعمل كان نكتب مرمز وطاجين. طاجين شنو عاد؟ مو سبنيخ. طاجين سبنيخ هكا حتى هو ب 2000 الكيلو نورمالمون. ما نعرفش قداش هنا 2980 و 3000 لهنا. مالا بشفي ليك يا مدام، بشفي ليك. عايشك عايشك ربي فضلك. وين مشيت يا معلم يا ولدي؟ شبيك ايش انت بحذاك؟ تحب السلاطه برني انت؟ هاي السلاطه ب 980 الكعبه هذيك راهو. بربي راهو يبدا معايا برني، يبدا يديريجي. هاي سيدي السلاطه سي برني، خذها هكا سريه باه. هايك اي برا نمشيو هكا. خلينا معلم مالا بيك. تقوليش عامل تليفون للبورصه نتاع نيويورك باش تشوف الاسواق نتاويكا؟ في قضيه قيدوا عن عندك ليونات اي بالطبيعه بالتليفون. توصل لها قضيه؟ نوصلوا لها قضيه. قداش تزيدها في في التاريخ؟ والله نبعث شكون يشيع له وهي تعطيه حاجه. اي باهي ساره، مش عندك انت الحكايه. خاتي خوك هكا ب 980. اهلا بك يا حاج. يا حاج شنو احوالك؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. بس انا توا كنت نقول المرشي هذا قاعد يفرغ تدريجيا. صحيح ما نتكلم ما نتكلم اخوي. هاك شوف فيه هاك شوف فيه. لا مازالش توا من حد مستانش هكا المرشي. لا ها لا جست لا حبيت نقول علاش سيدي اخوي. اي اول حاجه الباركينج ما ثمش على الكراهب اللي يحط كرابته يضرب 30 دينار واحدة. ثاني حاجة على باب كان مش تحل على شارع فلسطين، لازم تحل شارع برشا ناس مازال ما يعرفوش المرشي. بالضبط هذا الكلام، تذكروا الكلام اللي كنت أقول فيه توا احنا داخلين. المرشي هذا كانوا فيه 8 بيبان بالتمام والكمال، معناها واحد منين يدور يشوف باب كبير يدخل المرشي. دونك اليوم ثم بيبان اللي متركنين ديجا. عسامة مدام. واصل واصل محمد واصل. لا مازلت محمد سبلاك. لا لا برا برك حاج. لا خليه خليه متخبي عليه. باهيش يا عاد
هذوما من قدماء المرشيه، تحبني ما نعرفهمش انا. اهلا بك. دعم عايشك لاباس؟ عايشك يا حاج، عايشك، ربي يعاونك. خذ بطاطا ب 850 بالله، راه برشا كلام ويتقال على مرشي لافايات، راه مرشي كيما المرشيات الكل، يعني يا حسره على مرشي لافايات وقت اللي كان مرشي اللي ما تلقاش فيه الفراغات هذيا، ما تلقاش فيه بلاصه منين باش تدور المرشي نتاع لافايات. اليوم هنشوفوا احنا في نهار احد في وقت الذروه نتاع القضيه، صباح الخير يا حاج، في وقت الذروه نتاع القضيه ما ثم حتى حد براتيكمون، معناتها العباد اللي موجودين يتعدوا على صوابع اليد الواحده، وهذا اللي يفسر، معناتها يعطي برشا تفسيرات. احنا نعملوا طلع على اللحم غاديك بالله، خلينا نشوفوا اللحوم الحمراء ما يسالش جست بعد العيد، ونكملوا في الغله غادي نشوفوا لهنا. صباح الخير ابيك، شنو هو العجول؟ ما نتكلموش خير، ما نتكلموش خير، ريت هذوم المهنيين معناتها اولاد المهنه هما اللي يقول لك ما نتكلموش خير، خلي معناتها المواطن العادي. قداش الهبره ب 26؟ ب 26 دينار والعلوش ولا ما تماش العلوش؟ 25 توا اليوم. ايا باهي اليوم وكيما كل يوم، ما نقول ان شاء الله ان شاء الله نكملوا غاديك. اهلا بيك، صباح الخير. هذوما راهو الوجوه نتاع مرشي لافايات القدم، الناس هي قلت له هذوما الوجوه القدم نتاع مرشي لافايات. اللي تو كيفاش كنت تحكي لنا في كلمتين المرشي البارح واليوم كيفاش تولى؟ لا ما انا ما نجيش ديما راني ها وديما راني. شنو الفرق ما بين المرشي قبل ومرشي؟ لا يا عاطرة، انا قبل ما عادش حتى الربوع نتاع الخدمة نتاع مرشي قبل. هذا نزل مرشي هو. ما عادش مرشي. جبانة هذا. ريت الزازار يبيع الزازار يبيع الخضار والخضار يبيع يبيعوا لبعض معناها صحيح نتاع فاميليا معناها ولا نتاع فاميليا صحيح قال لك المرشي لهنا ما عادش نتاع الناس يجيو كليونات ولا نتاع فاميليا معناها انت تبيع الخضار والخضار ياخذ من عندك ربي يجريه ربي يجريه على سلاح ربي يجريه على سلاح ربي ديما نقولوا الحمد لله احنا هذاك خذوا راهو من اقدم الوجوه اللي موجوده في السوق هذيا البلديه نتاع لافايات اي وامين انت ما كنعرفك انا النهار كامل وانت تحب على القرع ها قل لي قداش القرع 1100 بالكيلو راهو لهنا ها هاوكا القرع ماك تحب على القرع انت هذا راهو سي امين البرني راهو وقت نمشيو يمشي معايا المرشيه يبدا يعمل لي هكا على القرع ها هاوكا القرع سي امين وب 1100 الكيلو خلينا نكملوا احنا نكملوا الاخر بصوره حلوه هكا على شويه خضره على شويه غله بليتو لهنا تفاح 5000 هذا العنب قد سومه 3450 والبطيخ 13 ونمشيو نكملوا عند ولد شو اسمه هذيك ولد عمر ولد العياري او ما ثماش هو مستانس يبدا قاعد في البلاصه نتاعو لا من بعيد حبيت نقول لك راه باش ناخذ كعبه دقله اي برني اجا ذوق لي الدقله ما كنتي مختص في التذوق معناها في التسوق والذوق هذا الخوخ كراميل ب 2980 لا هذا البوشكارة خلينا ناخذ شويه كي عنب 3450 مليم التفاح كيف ب 5000 خاطر 980 دونك 5 دينارات ديما نمشيو هو باش نوريو جست باب من البيبان من الابواب اللي محطوطه لهنا باش يفهموا الناس وقت اللي قلنا راهو المرشي بريسك ولا ما عادش تنجم تشوف منين تدخلوا كيف نشوفوا احنا هاو نمشيو هذا واحد من الابواب معناتها باب تقول نتاع بلاص تقول نتاع وكاله تقول نتاع حاجه ما يجيش البالك اللي هو باب نتاع سوق ونتاع مرشي والناس باش تدخل تقضي دونك هذاك علاش المرشي هذا قاعد لهنا باش نكملوا احنا فك الفحات هذيك ونصب الفارغه ونصب الفارغه بالله ما يسالش خلينا ناخذ نصب الفارغه خلي الناس تاخذ فكره على المرشي هذا هنا شفنا واحد من الابواب نتاعو اللي ما يجيش باب خاطر كي تتعدى من غاديك تقول انت باش تدخل البلاص كيفاش؟ تفنون ما فيه السوق ولا بالحق انا نتكلم ولا تفنون ولا نبي محمد لا عندكم الحق عندكم الحق المرشي القديم قريب من 14 باب ثلاثة بيبان هنا شوف ثلاثة بيبان كيفاش؟ والوسخ ولا هذا حالة مرشي لافايات دونك حبينا نكملوا لهنا احنا ورينا الباب ونوريو لهنا اخزر كيفاش المرشي فرخ بعد ما كان واحد من المنارات نتاع وسط العاصمه خليني نقول لافايات هي قلب العاصمه هي
خلينا نقول في وقت من الاوقات كان هذا الكارتي البلو شيك في العاصمه التونسيه لهنا، لكن اليوم للاسف الشديد معناتها حتى الصور هذه واحد صور مقرفه، هذه حال السوق البلديه في لفايات، مثالش يا حاج، هذه حال السوق البلديه في لفايات. دونك هذه الصور هذه تغنيني على كل تعليق، هذه تجسم اللي قلته انا الكل لهنا اللي قلته من البدايه حتى التوا، ها هي حاله سوق لفايات. دونك هكا نكونوا احنا كملنا جولتنا. للاسف الشديد نتاسف اني نوري صور من نوع هذايا، نوري هالاخلالات هذه، لكن لازم يشوفوها الاخلالات هذه فماشي منهار يتحركوا ويجيو يحاولوا باش يصلحوا ما يمكن اصلاحه لهنا في لفايات باش ترجع له النظاره نتاعو. جست خذ غادي هكا خذهم سري امين. مره اخرى نقول للاسف نوري صور كيما هكايا، نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق. الى اللقاء.